بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نبداو التصحيح ديال الامتحان الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدورة يوليوز 2022، يعني ديال السنة الماضية. هذا هو الامتحان، عندكم فيه تمارين مهمة جدا. الأسئلة اللي غادي تحطوا لكم هذا العام كاين في هذا الامتحان، هذا فيه تمارين مهمة جدا. دونك الامتحان فيه تقريبا 8 ديال الورق، ولكن كيبان طويل ولكن راه ساهل، ماشي طويل. غير هاد الفراغات هادو اللي مخلي لكم فين تجاوبوا هما اللي مكتر لكم الوراق. اما اللي كتبوا لكم الاسئله نيشان راه غتجيكم غير جوج ديال الصفحات بحال الامتحانات الاخرى. دونك اول حاجه نصائح هنا، فاش بغيت تعمر هاد الورقه هذه الحين غادي ترجعها لهم، اي حاجه بغيتي تكتبها كتبها بتمعن، يعني الاسم ديالك حاول تكتب السميه، كتب تاريخ ومكان الازدياد، رقم امتحان هو المهم جدا اللي كيكون عندكم في الطاوله، غتكتبوه هنايا ماشي رقم ديال القسم. هاد الشيء ما تقربش ليه، غتكتب غير هاد الشيء اللي الفوق. ثم الطريقه ديال التصحيح حنا غادي نشوفوها. اذا التمرين الاول كيف ما العاده في المعادله، معادله ديال التعميل متراجحه، عندكم التمثيل ديال الحلول على المستقيم المدرج، عندكم في التمرين في السؤال الثالث النظمه والمساله كتتعلق بالنظمه الى اخره. دونك امتحان رائع جدا، غادي نحاولوا نخدموه كامل. التمرين الثاني ديال المعلم مع معادله مستقيم، عندنا منتصف قطعه وسط الى اخره. دونك هادشي كامل تابع للتمرين الثاني. التمرين الثالث عندكم في الداله الخطيه الداله التالفيه، دونك تمارين مهمه جدا. التمرين الرابع عندكم متجهات الازاحه، دونك حتى هو رائع. التمرين الخامس ديال الحاصيص دونك الاحصاء، عندنا هنا المنوال، المعدل الحسابي، القيمه الوسطيه الى اخره. وعندكم اخيرا في التمرين الاخير عندكم الهندسه الفضائيه، تمارين جد رائعه. تبعوا معايا حتى الاخر، ما تزكلو حتى شي دقيقه باش تفهموا مزيان هاد التمارين هذا وتفهموا هاد الامتحان والطريقه ديال الاجابه. اذا نبداو على بركه الله بحل المعادله التاليه. عندنا 3 عامل اكس زائد 2 ناقص 5 تساوي ناقص 2 اكس. اذا اول حاجه غندير هي غادي ننشر هاد العدد، 3 في اكس هي 3 اكس، زائد 3 في 2 6 ناقص 5 تساوي ناقص 2 اكس. غنمشيو غير مرحله مرحله باش ما نتلفكمش. هنا عندي ناقص 3 اكس غتبقى في هذا الطرف، زائد 6 ناقص 5 هي 1، وهاد ناقص 2 اكس غنحولها غتولي زائد 2 اكس تساوي 0. دونك مادام ما بقى حتى شي حاجه في الطرف الثاني ندير تساوي 0. هنا 3 اكس زائد 2 اكس هي 5 اكس تساوي 1، غنحولها غتولي ناقص 1. اذا اكس شنو كتساوي؟ اكس تساوي هذا العدد مقسوم على معامل اكس، يعني ناقص 1 على 5. ونكتب وبالتالي حل هذه المعادله هو شحال؟ هو ناقص 1 على 5. دونك باش زوين هذا الامتحان عطيكم بلاصه فين تجاوبوا، يعني كتربح الوقت وعاطينكم حتى ليسباس، عاطينكم ليسباس كافي، ماشي بحال الامتحان اللي شفنا على ما اظن ديال الساقيه الحمراء، دايرين فيه ليسباس ضيق بزاف، ما تقدرش تجاوب في هذاك ليسباس هذا. بحال هكا مزيان، واخا الوراق كثار ولكن عندك فين تجاوب. بحال هنا الحل ديال هذه المعادله عاطينك تكتب هنا وتكتب هنا، اما ديال الجهات الاخرين اللي كيعطيك تكتب تجاوب في الامتحان كيكونوا عاطينك داكشي حبس كرف وكتولي مدابز مع الكتبه. دونك هنا حل المعادله التاليه، 3 ناقص اكس عامل 2 اكس ناقص 5 تساوي 0. دونك هذه المعادله على شكل جداء عددين كيساوي 0، هذا كيعني اما العدد الاول كيساوي 0 ولا العدد الثاني كيساوي 0. دونك كندير يعني اما 2 اكس ناقص جذر 5 تساوي 0، او اكس او 3 ناقص اكس تساوي 0. اذن يعني اما هنا 2 اكس غنخليها في هذا الطرف، ناقص جذر 5 غنحولها غتولي جذر 5 يعني زائد جذر 5، او
اكس هنا بناقص اكس غنخليها هنا، ولا من الاحسن هاد ناقص اكس هي اللي نحولها وغتولي عندي 3 تساوي اكس نيشان، بلا ما ندير هاد ناقص اكس تساوي، حنا نمشيو غير هداك الشيء باش ما نتلفكمش، المجاهيل كنعرفو كيبقاو في الطرف الاول. 3 غنحولها غتولي ناقص 3، عاد من بعد نحيد ناقص مع ناقص، واضح؟ نختزل بناقص. اذا اما اكس تساوي هنا جذر 5 على 2، او اكس تساوي 3، نختزلو ناقص مع ناقص بحال ضربنا الطرفين في ناقص واحد، ونكتب اذا المعادلة تقبل حلين هما جذر 5 على 2 و 3. دونك هادو هما الحلول ديال هاد المعادلة، عندها جوج ديال الحلول. السؤال الثاني، ألف حل المتراجعة التالية. دونك المتراجعة اللي عندنا هي هذه، دونك عندنا فيها الكسر، عندي اكس على 2 زائد 13 على 10 أصغر من أو يساوي اكس على 5 زائد 1. دونك باش نحل هذه المتراجعة هذه، من الأحسن نوحد المقامات، نتخلص من المقام باش تولي عندي متراجعة، باش تولي عندي متراجعة عادية. دونك هنا عندي جوج المقامات، عندي فيهم جوج 10 5، دونك المقام الموحد هو 10. نوحد المقامات، هنا اكس على 2، جوج فاش غنضربها باش تولي 10؟ غنضربها في 5، غنديرو لشي لون اخر. دونك غنضرب جوج في 5، اكس حتى هي خصني نضربها في 5، زائد 13 على 10 هادي راه موحد، اصغر من او يساوي اكس على 5، دونك 5 غنضربها في 2 باش تولي 10، و اكس حتى هي خصني نضربها في 2، زائد 1 راه هو 10 على 10، عدد على نفسه كيعطينا 1. حنا باغيين نوحدو المقامات باش كلشي يولي 10، دونك هذاك 1 غندير حنا نضربو 1 في 10 على 10. دونك اكس في 5 هي 5 اكس على 10، زائد 13 على 10 أصغر من أو يساوي إكس في 2 هي 2 إكس، و 5 في 2 هي 10، زائد 10 على 10. لاحظوا وحدت المقامات ديال جميع الحدود اللي عندي. دابا نقدر نتخلص من هاد الحدود، مادام عندي 10 موجب، دونك غنضرب الطرفين في عدد موجب، غنضرب في 10، 10 عدد موجب، دونك ما نغيرش الرمز كيبقى كيف ما هو، ولا نمشيو حتى نختازلو عاد من بعد نحيدوها باش ما نتلفكمش، حيت هنايا خصك تنشر وخصك بزاف د الحوايج. دونك اول حاجه نحسبو بعد هادشي، ندير 5 اكس على 10، نخلي المجاهيل في الطرف الاول، 2 اكس على 10 نحولها تولي ناقص 2 اكس على 10، اصغر من او يساوي 10 على 10 بقات في بلاصتها، زائد 13 على 10 غنحولها غتولي ناقص 13 على 10. دونك غنحسب 5 اكس ناقص 2 اكس هي 3 اكس، وما ننساش المقام هو 10، اصغر من او يساوي 10 ناقص 13 هي ناقص 3 على 10. دابا غنضرب الطرفين في 10، نضرب هنا في 10 ونضرب هنا في 10، 10 عدد موجب، راه حنا شفنا هادشي في الدرس ديال الترتيب والعمليات في الدوره الاولى، فاش كنضرب متفاوته في عدد موجب ما كنغيرش الرمز، ضربتها في عدد سالب كنغير الرمز. دونك 10 غتمشي مع 10، 10 غتمشي مع 10، وغتبقى لنا 3 اكس اصغر من او يساوي ناقص 3. دونك الا بغينا اكس شنو غنديرو؟ عندي معامل اكس موجب، دونك ما غنغيرش الرمز، غندير اكس اصغر من او يساوي ناقص 3، غنقسمها على 3. الا كان عندي العدد موجب كما كنغيرش الرمز كنخليه كيف ما هو، كان عندي العدد سالب كنغير الرمز، بحال كون كانت هنا ناقص 3 ندير ناقص 3 على ناقص 3، ولكن هذا اصغر من او يساوي غنرجعو اكبر من او يساوي. دونك اكس اصغر من او يساوي ناقص 3 على 3 هي ناقص 1. دابا في السؤال ب قلنا مثل الحلول على مستقيم مدرج. دونك الحلول ديال هذه المتراجعه شنو هما؟ هما جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي ناقص 1. نقدر نكتبها هنا، حلول هذه المتراجعة هي جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي
ناقص واحد. دونك في التمثيل غنجي للمستقيم المدرج غنشوف فين هي ناقص واحد، هي هذه، غندير علامة على ناقص واحد، ندير كروشي بحال هكا، ومن بعد نشوف فين هما الأعداد اللي صغر من ناقص واحد. الأعداد اللي صغر من شي عدد هما اللي كيكونوا على اليسار ديالو، واللي كبر منه كيكونوا على اليمين ديالو. دونك التمثيل هو هذا، هادو هما الأعداد اللي صغر من ناقص واحد. إما التمثيل ندير هكا ولا ندير مسطرة، المهم نبين فين هما الأعداد. عندي أصغر أو يساوي، دونك المعقوفة كتكون كتشوف في الحلول بحال هكا. إذا هادو هما التمثيل ديال الحلول، هادو هما الحلول ديال هاد المتراجحة. دونك كملنا المتراجحة، غادي ندوزو للصفحة الثانية، مازال في التمرين الأول اللي عندنا فيها السؤال ألف حل ديال النظمة، وعندنا باء المسألة ديال النظمة. دونك مطلوب منا الحل ديال هاد النظمة هادي. عندي إكس ناقص إيكغيك تساوي 30، وعندي إكس ناقص 3 إيكغيك تساوي 10. دونك باش نحل هاد النظمة غادي نستعمل اما الطريقه التالفيه الخطيه ولا الطريقه التعويض. استعمل الطريقه اللي بغيتي انت، وما مطلبوش منك اش من طريقه تستعمل، دونك استعمل انت الطريقه اللي كتفهم فيها مزيان. دونك هنا نقدروا نستعملوا التعويض، نقدروا نستعملوا التاليفه الخطيه، بجوج بحال بحال. نستعملوا التعويض ساهل، غادي نكتبوا اكس بدلاله ايغريك اما في المعادله الاولى ولا في المعادله الثانيه. نكتبوها في المعادله الاولى احسن، غندير لنكتب اكس بدلاله ايغريك. عندي اكس تساوي 30 بقات في بلاصتها، وايغريك غنحول ناقص ايغريك غنحولها غتولي زائد ايغريك. دونك اكس تساوي 30 زائد ايغريك. ثم شنو غندير دابا في المعادله الثانيه؟ غنعوض اكس بهذا العدد هذا اللي هو 30 زائد ايغريك. في بلاصه اكس غندير 30 زائد ايغريك ناقص 3 ايغريك تساوي 10. ومن بعد غادي نبقى نحل في هاد المعادله الثانيه. المعادله الاولى راه صافي ننساها حتى الاخر، حتى نلقى القيمه ديال ايغريك غنبقى نكتبها هكا. هنا ايغريك ناقص 3 ايغريك هي ناقص 2 ايغريك، 10 بقات في بلاصه 30 حولناها غتولي ناقص 30. دونك دائما اكس تساوي 30 زائد ايغريك. هنا ناقص 2 ايغريك تساوي 10 ناقص 30 هي ناقص 20. دونك حنا باغيين ايغريك شنو غنديرو؟ غنديرو ناقص 20 على ناقص 2، نختزلو بهاد زائد هاد ناقص هادي. هنا الفوق غنبقاو نكتبو 30 زائد ايغريك. ثم ايغريك تساوي 20 على 2 هي 10، دونك ايغريك تساوي 10. من بعد شنو غندير؟ غادي نعوض ايغريك بالقيمة ديالها في المعادلة الأولى. غندير اكس تساوي 30 زائد ايغريك، ايغريك غنعوضها بعشرة زائد 10. دونك اكس تساوي شحال؟ 30 و 10 هي 40، و ايغريك شحال كتساوي؟ 10. اذا حل هذه النظمة هو الزوج، دائما حل النظمة عبارة عن زوج اكس ايغريك. نسبق اكس، دونك اكس هي 40 و ايغريك هي 10، دائما نسبق اكس. زوج كنسبقو افصول عاد الارتوف، شفنا هادشي في الاحداثيات، دائما اكس ايغريك. السؤال ب المسألة، اول حاجة قلت لكم دائما في المسألة نقرا المسألة مزيان عاد نبدا نجاوب. هنا نظم الثانوية إعدادية لقاء إعلاميا حول التوجيه لفائدة تلاميذ مستوى السنة الثالثة إعدادي. في النازل الثالثة إعدادي معكم كان هدر نيت. دونك في الاخر ديال العام كيديروا كيجي الموجه باش كيدير لكم حصه ديال التوجيه ولا حصص ديال التوجيه. دونك خلال هذه الحصه قالك في بدايه اللقاء، فاش يلا بدا اللقاء، كان عدد التلميذات يزيد عن عدد التلاميذ الذكور ب 30. دونك البنات فايتين الاولاد ب 30، بحال قلنا مثلا لا كانت 50 بنت، الا كانت 50 بنت شحال غيكون من ولد؟ غيكون غير 20، حيت بين 20 و 50 كاين 30 تلميذ. دونك العدد ديال البنات فايت العدد ديال الاولاد ب 30 بنت. وخلال اللقاء التحق بقاعة الاجتماع، يعني فاش بدا اللقاء بدا الموجه كيهضر، هذيك الساعه التحقوا شي تلامذ. شحال هاد التلامذ؟ قالك التحقوا 3 ديال الذكور، 8 عفوا ديال الذكور، و14 تلميذه، 14 بنت. دونك تزادوا 8 ديال التلامذ
و14 تلميذة. قالك فأصبح عدد التلميذات يساوي 3 مرات عدد التلاميذ، يعني في هذيك الساعة ولاو عدد التلميذات ولاو كيساويو 3 المرات العدد ديال التلاميذ. يعني إلا كانوا مثلا 10 ديال التلميذات شحال غيكونوا؟ غيكونوا 30، هذيك 10 نضربها في 3. السؤال قالك حدد عدد التلميذات في بداية اللقاء. دونك باش نحددو عدد التلميذات راه خصنا ضروري عدد التلاميذ حتى هو. دونك عندنا جوج المجاهيل، هما عدد التلميذات وعدد التلاميذ الذكور. دونك غادي نبداو المسألة ديالنا، نمشيو مرحلة بمرحلة. المرحلة الأولى شنو هي؟ المرحلة الأولى هي اختيار المجهول. الأحمر هو اختيار المجاهيل، عندنا جوج ديال المجاهيل اكس و واي. وقلت لكم دائما المسألة غالبا كتكون متعلقة بالنظمة، دونك خصني نعرف لما نعطي اكس ولما نعطي واي. نلاحظوا عاطيني اكس ناقص واي كتساوي 30، وهنا قالك عدد التلاميذ، عدد التلميذات يفوق عدد التلاميذ ب 30. دونك غتكون عندي واحد العدد ناقص العدد، واحد الحرف ناقص الحرف الاخر كيعطيني 30، وهذا الحرف هو ديال البنات. دونك عندي هنا اكس ناقص واي، دونك اكس خصني نعطيها للبنات. دونك غندير ليكن اكس عدد التلميذات، هنا قال لك في بداية اللقاء، وندير وليكن إيكغيك عدد التلاميذ راكب فيهم البنات والولاد، داكشي اش كنديرو التلاميذ الذكور، يعني الولاد في بداية اللقاء. دونك اكس هو عدد التلميذات في بداية اللقاء، و واي هو عدد التلاميذ في بداية اللقاء. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي صياغة النظمة. دونك هنا قلنا في بداية اللقاء كان عدد التلميذات يزيد عن عدد التلاميذ الذكور ب 30. دونك في بداية اللقاء كان عدد التلميذات يفوق عدد التلاميذ الذكور ب 30 تلميذ. واضح؟ دونك البنات كيساويو عدد الولاد زائد 30، او عدد البنات الا نقصنا منه عدد الاولاد غيعطينا 30. دونك هذه هي النظمه الاولى، اكس وعدد البنات الا نقصنا منه عدد الاولاد اللي هو واي شحال غيعطينا؟ غيعطينا 30. دونك الفرق راه هو ناقص الفرق ما بين الاولاد والبنات 30 تلميذ. تلميذ فاش كنقول تلميذ راه كنقصدوا بها اولاد وبنات. فاش كنقول تلاميذ الذكور الاولاد، التلميذات راه باينين، ما يمكنش الذكور يكونوا تلميذات. التلميذات والتلاميذ. دونك في بدايه اللقاء عدد التلاميذ يفوق عدد التلميذات، عدد التلميذات يفوق عدد التلاميذ الذكور ب 30. دونك اكس ناقص واي كتساوي 30. هذه هي المعادله الاولى وهي اللي عندنا فعلا في النظمه. دابا غادي نمشيو نشوفوا كيفاش نخرجوا المعادله الثانيه، خاصها تخرج لنا على هذا الشكل، ولكن كيفاش غادي نخرجوها؟ قالنا وخلال اللقاء التحق بقاعة الاجتماع 8 تلاميذ. دونك غادي نشوفو دابا خلال ولا أثناء، بحال خلال اللقاء أصبح عدد التلميذات شحال ولا؟ عدد التلميذات شحال كان؟ كان هو إكس، شحال تزادت عليهم؟ تزادت عليهم 14 تلميذة. دونك غيولي عندنا إكس زائد 14، وعدد التلاميذ شحال؟ عدد التلاميذ كان هو إيكغيك. دونك إيكغيك شحال تزاد عليها؟ تزادوا 8 ديال التلاميذ الذكور، دونك زائد 8. دونك عدد التلاميذ هنا نزيدو الذكور سيدي. واضح؟ دونك إكس زائد 14 ولا هو عدد التلميذات، وإيكغيك زائد 8 ولا هو عدد التلاميذ.
وقال لنا عاوتاني أصبح عدد التلميذات يساوي 3 مرات عدد التلاميذ. دونك عدد التلميذات أصبح عدد التلميذات 3 مرات عدد التلاميذ الذكور. واضح؟ إذن عدد التلميذات شحال هو؟ هو إيكغيك زائد 8. دونك إيكغيك زائد 8 شحال ولا كيساوي؟ ولا كيساوي 3 المرات عدد التلاميذ، عدد التلاميذ عفوا عدد التلميذات هو إكس زائد 14 ماشي إيكغيك زائد 8، هو إكس زائد 14. نخليو هاد إيكغيك زائد 8 ونديرو من هنا إكس زائد 14 بحال بحال، حين متساوية هادي. عدد التلميذات هو هذا، عدد التلاميذ هو هذا، ولكن قال لنا عدد التلميذات ولا كيساوي 3 المرات عدد التلاميذ، يعني عدد التلاميذ غنضربهم في 3. 3 المرات عدد التلاميذ كيساوي عدد التلميذات. عدد التلميذات هو إكس زائد 14، عدد التلاميذ هو إكغيك زائد 8، ولكن هاد إكغيك زائد 8 خصني نضربها في 3، حيت عدد التلميذات كيساوي 3 المرات عدد التلاميذ. نتمنى أن الرسالة تكون وصلت والفكرة تكون وصلتكم. دابا غادي نديرو الحل ديال هاد المعادلة، تنلقاوها معادلة نبسطوها، ماشي الحل غير نبسطو هاد المعادلة. أنا عندي 3 في إكغيك هي 3 إكغيك زائد 3 في 8 هي 24، وهنا عندي x زائد 14 خصني نولي عندي بحال هادي. دونك x غنحولها من هنا ولا نخليو x ولا نعاود نحولو كل شيء، نحولو x، نحولو المجاهيل للطرف الاول. x غنجيبها من هنا تولي ناقص x، وهنا زائد 3 y تساوي هنا 14 ها هي 24، نحولها تولي ناقص 24. دونك ناقص x زائد y، ولكن حنا عندي هنا x ناقص 3 y، دونك غنعمل بواحد ناقص، نعمل بناقص باش تولي عندي x ناقص 3 y. الا عملت بناقص ناقص ها هي تولي عندي x، هاد زائد راه هي ناقص ناقص، عملت بوحده وبقات وحده. دونك هادشي شكون اللي داروا لينا؟ داروا لينا ما بديناش بعدد البنات، كون درنا هنا اكس زائد 14 من هنا ما غاديش نعملوا بعد ناقص، ما نحتاجوش نعملوا بها. هنا 14 ناقص 24 هي ناقص 10، دونك 4 ناقص 4 0، 2 ناقص 1 1، دونك هي ناقص 10. دابا غنختزلوا بعد ناقص، غتمشي ناقص مع ناقص، وغتبقى لنا اكس ناقص 3 ايكغيك فعلا كتساوي 10، وهذه هي النظمة اللي عندنا هنا. واضح؟ إذا نحصل على النظمة، دونك خصو نخليو لنا ليسباس هنا في المكان مكاينش. دونك نحصل على النظمة، نزلت هنايا كترت لكم الشرح والكتابة حتى هي كتزيد، دونك نتوما ما غاديش تحتاجو تكتبو هادشي كامل. دونك نكتبو المعادلة الأولى اللي حصلنا عليها، هي شحال المعادلة الأولى؟ ها هي إكس ناقص إيكغيك تساوي 30، والمعادلة الثانية إكس ناقص 3 إيكغيك تساوي 10. إذا ندوزو للمرحلة ما قبل الأخيرة، هي حل النظمة. دونك حل النظمة راه عندنا، هاد النظمة راه هي هاد النظمة الأولى، غندير نعلم أن ونعلم أن حل هذه النظمة هو الزوج. دونك الزوج حل النظمة هو شحال؟ هو 40 10. إذن غندير الرجوع للمسألة، دابا الرجوع للمسألة. المسألة شنو السؤال اللي طلبوا منا؟ عدد التلميذات في بداية اللقاء. دونك هنا هاد 40 10 راه كتمثل إكس إيكغيك، إكس هو عدد التلميذات، دونك عدد التلميذات هو 40، وإيكغيك هو عدد التلاميذ الذكور. إذن عدد التلاميذ الذكور في البداية ديال اللقاء كان غير 10، زدنا عليهم 8 ولاو 18، والبنات 40 زدنا عليهم 14 ولاو 54. غندير إذن عدد التلميذات في بداية اللقاء
هو شحال؟ هو 40 تلميذ، 40 تلميذ هما اللي كانوا في بداية اللقاء. كنديروا التحقق من المسألة، نتحققوا من الجواب ديالنا واش صحيح ولا لا. دونك عندنا فعلا 40 ناقص 10 راهي 30، 40 نقصنا من 10 هي 30. هنا عندي 40 ناقص 3 في إيكغيك، 3 إيكغيك هي 3 في 10 هي 30، و40 ناقص 30 فعلا هي 10 ديال التلاميذ فرق ما بيناتهم. دونك هذا كل ما في الامر بالنسبه لهذا التمرين. هذا تمرين زوين بزاف، خدمنا بزاف ديال الوقت، ولكن ماشي خساره فيكم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح. ندوزو للتمرين الثاني ديال المعلم في المستوى ومعادله مستقيم. دونك في المستوى المنسوب الى معلم متعامد منظم او اي جي، نعتبر النقط ا ذات الاحداثيات 0 5 ب 3 1 سي 3 على 2 1 على 2. السؤال الاول، مثل النقطتين ا و بي. اذا مطلوب منا نمثلوا النقطه ا و بي في هذا المعلم. ما ديجا عطينا المعلم، رسمنا المعلم، وغادي نحدو حنا نمثلوا النقط ا و بي. دونك ا الاحداثيات ديالها 0 5، دونك اي نقطه كيكون الافصول ديالها صفر راه كتكون كتنتمي لمحور الاراتيب، واي نقطه كيكون الارتوب ديالها هو اللي كيساوي صفر كتكون كتنتمي لمحور الافاصيل. دونك صفر، دونك صفر في محور الافاصيل راه هو او، وخمسة في محور الاراتيب هي هذه. دونك بحال غندير تلاقي مع صفر مع خمسة، دونك كيتلاقاو لنا هنا. هذه هي النقطه، هذه هي النقطه ا ذات الاحداثيات صفر خمسة. دونك هذه خذوها كقاعده، اي نقطه الافصول ديالها كيساوي صفر راه كنمشي كنمثلها في نفس الارتوب. خمسة غتكون كتنتمي لمحور الاراتيب. بي عندي 3 1، 3 ها هي في الافصول هو 3، و1 هو الارتوب. دونك غادي يتلاقى 3 مع 1 غيتلاقاو لي في هاد النقطه هذه. دونك هذه هي النقطه بي 3 1، واضح؟ دونك 3 هو الافصول و1 هو الأورتو. إذا هذا السؤال الأول سهل عليه، نص نقطة زائد نص نقطة، يعني كل تمثيل على نصف نقطة. ثم نفس السؤال ب، هذا السؤال ألف. دونك هنا ما بينش الامتحان من هنا. السؤال الأول ها هو، غندوزو للسؤال الثاني. هذا السؤال الثالث هنا. دونك السؤال الثاني هو هذا، ألف حدد إحداثيتي المتجهة أ بي. دونك الإحداثيات ديال المتجه أ بي، دونك هنا نص نقطة ديال التمثيل المبياني، نص نقطة ديال إحداثيات أ بي، و 0.25 على المسافة أ بي. دونك هذا هو التفقيد ديال هاد التمرين هذا ديال الأسئلة الأولين. دونك إحداثيات ديال المتجه شنو هما؟ القاعدة شنو كتقول؟ باش نحدد الإحداثيات ديال المتجه أ بي، شنو كنحدد؟ كنحدد الأفصول وكنحدد أرتوب. دونك الأفصول ديال المتجه أ بي هو أفصول ديال بي ناقص الأفصول ديال أ، إكس بي ناقص إكس أ، والأرتوب هو إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ. دائما كنبدأ بالنقطة الثانية، الرأس ديال المتجه. إذا أ بي إكس بي عندنا هي 3، أفصول ديال بي ناقص الأفصول ديال أ هو صفر، والأرتوب ديال بي هو 1 ناقص الأرتوب ديال أ هو 5. إذا أ بي 3 ناقص 0 3، 1 ناقص 5 هي ناقص 4. إذا أ بي الإحداثيات ديالها 3 ناقص 4، الأفصول هو 3 والأرتوب هو ناقص 4. ب، أحسب المسافة أ بي. دونك إلا كانت عندي المتجهة سهل باش نحسب المسافة، ما كنستعملش القاعدة العامة ديال جذر مربع إكس بي ناقص إكس أ، حيت حنا ديجا حسبنا هاد إكس بي ناقص إكس أ. غندير مباشرة لدينا أ بي تساوي جذر مربع إكس أ بي أس 2 ني الأفصول ديال المتجهة أ بي أس 2 زائد الأرتوب ديال المتجهة أ بي أس 2. دونك إلا كانت عندنا المتجهة ديجا عندنا الإحداثيات ديالها، كنستعملو غير هاد القاعدة بلا ما ندير إكس بي ناقص إكس أ، حيت حنا ديجا حسبنا إكس بي ناقص إكس أ راه هو الأفصول ديال أ بي. إذا أ بي تساوي جذر مربع
اكس ا بي هو 3، الافصول ديال المتجه ا بي هو 3، دونك غندير 3 اس 2، والارتوب ديالها هو ناقص 4 ناقص 4، نديرها بين قوسين عاد ندير اس 2. دونك ا بي تساوي جذر مربع 3 اس 2 هي 9 زائد ناقص 4 اس 2، اي عدد سالب ويكون عندي الاس موجب راه كيعطينا عدد موجب، و 4 اس 2 هي 16. دونك ا بي شنو كتساوي؟ كتساوي جذر مربع 9 زائد 16 هي 25، وجذر 25 معروف هو 5، اذا المسافه ا بي كتساوي 5. السؤال الثالث، ليكون دلتا المستقيم الذي معادلته المختصرة هي y كتساوي ناقص 3x زائد 5، بين أن النقطتين A و C تنتميان للمستقيم دلتا. إذا كان عندي واحد المستقيم معرف بالمعادلة ديالو وقالنا واش النقطة كتنتمي للمستقيم ولا لا، إذا حنا كنعرفو المعادله المختصره ديال المستقيم شنو هي؟ هي واحد العلاقه اللي كتربط ليا الافصول ديال النقط اللي كينتميو لهذا المستقيم مع الارتوب ديالو. دونك هذا هو الافصول ديال اي نقطه كتنتمي للمستقيم خص يكون عندها هذا الارتوب هذا، واضح؟ دونك حنا غادي نشوفوا واش هاد النقطه او النقطه سي كيحقوا لنا هذه المعادله ولا لا. هذه هي المعادله ديال المستقيم ابي. دونك لدينا y كتساوي ناقص 3 x زائد 5، هذه المعادلة ديال المستقيم دلتا، كندير دلتا بين قوسين جوج النقاط y، هذه المعادلة ديالو. إذا باش نعرف أن باش نشوف واش أ كتنتمي للمستقيم ولا لا، عندنا أ الإحداثيات ديالها 0 5، باش نعرف واش كتنتمي للمستقيم ولا لا، كنعوض x بالأفصول ديال أ، ونعوض y بالأرتوب ديال أ، ونشوف واش غنلقى متساوية ولا لا. أولا أشنو كندير؟ كنشد غير هذا الجزء هذا ديال المعادلة، كنعوض x بx أ، ونشوف واش غتخرج ليا في الأخر y أ ولا لا. إذا غندير لدينا ناقص 3 اكس ا زائد 5 تساوي، دونك ناقص 3 في اكس ا عندنا هي 0 زائد 5، اذا ناقص 3 في 0 هي 0 زائد 5 غتبقى لنا 5، وفعلا 5 هي الارتوب ديال ا، اذا غندير تساوي ايغريك ا. اذا مادام لقيت ان ناقص 3 اكس ا زائد 5 فعلا كتساوي ايغريك ا، اذا ا كتنتمي للمستقيم للمستقيم دلتا، واضح؟ دابا بنفس الشيء او ثاني غادي بنفس الطريقه غادي نستعملوا الخاصيه ديال النقطه السي. اذا عندنا السي الاحداثيات ديالها 3 على 2 1 على 2، اذا غندير ولدينا نحط بعدا المعادله ديال دلتا، قلنا هي y كتساوي ناقص 3 x زائد 5، إذا غنعوض إكس دابا بتلاتة على جوج، غندير ناقص تلاتة في نسمي بعدا غادي نسميها إكس أ إكس سي عفوا زائد 5، ندير تساوي عاد نعوض ناقص تلاتة في إكس سي عندنا هي تلاتة على جوج زائد 5، إذا تساوي ناقص تلاتة في تلاتة هي ناقص 9 على جوج، هاد 5 غادي نوحد ليها المقامات هي 10 على جوج، 5 هي 10 على جوج، بحال نضرب هنا في جوج نقسم على جوج ونضرب في جوج باش نوحد المقامات، المقام واحد هو جوج، 5 في جوج هي 10، دونك ناقص 9 زائد 10 هي 1 على جوج، 1 على جوج فعلا هو إيكغيك سي، إذا سي هي كتنتمي للمستقيم دلتا، واضح؟ اذا بين ان النقطتين مادام قال لك بين راه خصك تلقاهم كينتميو، انا ما شفتش بين، المهم لقيناهم انهم كينتميو للمستقيم دلتا، حيت الافصول العلاقه ما بين الافصول والارتوب ديال هاد النقطتين هي هاد المعادله ديال المستقيم دلتا. السؤال الرابع، حدد المعادله المختصره للمستقيم دي المار من بي والموازي للمستقيم دلتا. إذا المعادلة المختصرة هنا نحدو الميل والأرتوب عند الأصل ديال المستقيم تي، دونك باش نحدو الميل عندنا الخاصية ديال التوازي، وباش نحدو الأرتوب عند الأصل عندنا أن المستقيم أو بي كتنتمي للمستقيم تي. إذا غندير في الأول لتكون
إيكغيك كتساوي أم إكس زائد بي معادلة المستقيم دي، واضح؟ أولا ندير معادلة المستقيم دي تكتب على شكل إيكغيك كتساوي أم إكس زائد بي ولا أ إكس زائد بي بحال، المهم أم هو الميل وبي هو الأرتوب عند الأصل. دونك غندير دابا لنحدد أم الميل. دونك باش نحدد الميل ما عنديش جوج نقاط ولكن عندي الخاصيه ديال التوازي. متى نقول ان مستقيمين متوازيان؟ اذا كان لهما نفس الميل. اذا عندنا المستقيم ديال لدينا دلتا يوازي المستقيم دي، اذا الميل ديال المستقيم دي اللي هو ام هو نفسه الميل ديال دلتا. الميل ديال دلتا شحال؟ هو ناقص 3. الميل هو العدد اللي كيكون لاصق في اكس، المعامل ديال اكس هو الميل. اذا ام كتساوي ناقص 3. اذا معادله المستقيم دي تصبح، هذا تصبح هي ايكغيك تساوي ماذا؟ ام غنعوضها بناقص 3، ناقص 3 اكس زائد بي. دابا غادي نحدو بي لنحدد بي. اذا باش نحدد بي خصني نقطه كتنتمي للمستقيم. النقطه اللي عندنا هي بي، دير عندنا الاحداثيات ديالها 3 1 3 1 كتنتمي للمستقيم دي. اذا مادام كتنتمي للمستقيم دي فهي كتحقق هذه المعادله هذه. اذا ايكغيك بي كتساوي ناقص 3 اكس بي زائد بي. ايكغيك بي عندنا هي 1 هو الارتوب ديال بي، ناقص 3 في اكس بي، اكس بي هي 3 زائد بي. دونك هي 1 ناقص 3 في 3 هي ناقص 9، ناقص 9 غنحولها هنا غتولي زائد 9 وبي هي اللي نخلي في الطرف الثاني. اذا 1 زائد 9 هي 10 تساوي بي، بي تساوي 10 ولا 10 تساوي بي بحال. اذا حنا لقينا الارتوب عند الاصل وغادي نكتب اذا معادلة المستقيم دي هي شحال؟ هي إيكغيك تساوي الميل هو ناقص 3 زائد بي اللي هي 10. إذن هذه هي المعادلة ديال المستقيم دي. واضح؟ سيبون. غندوزو مازال عندنا أسئلة أخرى في هذا التمرين. هذا قالك بين أن السي هي منتصف القطعة او بي. فوالا دوك الخاصية ديال منتصف قطعة. دوك أول حاجة غندير نفترضو أن السي، غندير لي تكون السي إكس سي إيكغيك سي منتصف القطعة او بي. دوك بحالا غنحدد الإحداثيات ديال السي وخصني نلقاهم نفس الإحداثيات اللي عندنا هنا، 3 على 2 1 على 2. دونك لدينا مادام سي منتصف القطعة، إذا اللي بغيت نحدد الإحداثيات ديالها شنو غندير؟ عندي أو بي، دونك الأوف سول هو إكس بي زائد إكس أو على 2، والأرتوب هو إيكغيك بي زائد إيكغيك أو على 2. يعني غنعوض اكس بي شحال عندنا؟ اكس بي عندنا هي 3 زائد اكس او شحال عندنا؟ اكس او ما عطيناش اكس او. دونك كاين واحد النقاط اللي معروفين في المعلم ما كيعطيكمش الاحداثيات ديالهم ولكن انت خصك تكون عارفهم. من بينهم او شنو هو او؟ او هو اصل المعلم، هو هاد النقطه هذه. هاد النقطه شحال الاحداثيات ديالها؟ او اصل المعلم شحال الاحداثيات ديالو؟ الاحداثيات ديالو هي 0 0. كاين شي مرات كيقولوا لكم اي، مثلا يقدر في بلاصه او بي يقول لك اي بي. دونك اي تاهي خصك تكون عارف الاحداثيات ديالها. شحال الاحداثيات ديال اي؟ ها هي 1 0. جي عاوتاني خصك تاهي تكون عارفها، هي 0 0 1. دونك اي هي 1 0، جي هي 0 1، او هي 0 0. هاد الثلاثه ديال النقاط ديال المعلم خصك تكون عارف الاحداثيات ديالهم، ما كيعطيهمش ليك وكيقول لك استعملهم. دونك بحال هنا اكس او حنا ما عارفينهاش ولكن خصك تكون عارفها في المعلم. دونك الاكس او راه هي 0، الاوف سول ديال او هو 0 على 2، و ايكغيك بي هي ايكغيك بي عندنا هي 1 زائد ايكغيك او هي 0 على 2. اذا السي
ثلاثة زائد صفر هي ثلاثة على جوج، واحد على جوج هو الأرتوب ديال السي، ونقارنهم مع السي. دونك لاحظوا ثلاثة على جوج، واحد على جوج، إذا لقينا الإحداثيات ديال السي هما نفسهم الإحداثيات ديال النقطة اللي عاطينا في الأول، وبالتالي نستنتجو أن السي منتصف القطعة OB. دونك هي متى ما غتكونش المنتصف من ده. هنا قال لك بين، يعني راه منتصف. الا قال لك هل النقطه مثلا سي تنتمي هي منتصف القطعه او بي، غدير نفس الافتراض، ولكن الا ما كانتش كتنتمي ما غتلقاش عندهم نفس الاحداثيات. هنا غتلقى 3 على جوج، 1 على جوج، هنا غتلقى احداثيات اخرين. الا خرجوا لك احداثيات اخرين هذا راه كيعني ان السي ماشي منتصف، ولكن مادام قال لك بين راه منتصف خصك تبينها بهذه الطريقه. السؤال 6 ألف بين أن ميل المستقيم أو بي هو 1/3. دونك الميل ديال المستقيم أو بي، الميل نسميوه أ مثلا ديال أو بي. أو بي كيفاش كنحدو الميل؟ الميل ديال أي مستقيم أشنو كنديرو؟ كنديرو إكراك ديال واحد النقطة إكراك بي ناقص إكراك النقطة الثانية هي أو. كندير الفوق الاراتيب والتحت كندير الافاصيل. هنا بديت ب y بي، خصني ضروري لتحت نبدا ب x بي ناقص x x او. واضح؟ دونك تساوي ا تساوي y بي راه عندنا هي 1، y 0 y او عفوا قلنا هي 0، x بي x بي هي 3 ناقص اكس او راه هي 0. دونك هي 1/3 فعلا، 1 ناقص 0 هي 1، 3 ناقص 0 هي 3. دونك الميل ديال اي مستقيم كيمر من اصل المعلم كيمر من او راه هو الارتوب ديال واحد النقطه كيمر منها على الافصول ديالها. بحال هنا عندي 1/3، 1 هو الافصول ديال بي و 3 هو الارتوب ديال بي. اذا حنا بينا ان الميل ديال المستقيم او بي هو 1/3. اذا ميل المستقيم او بي هو 1/3. ب استنتج ان المستقيم دلتا هو واسط القطعه او بي. دونك الخاصيه ديال واسط قطعه، نذكروا بالخاصيه باش تفهموا كيفاش غنجاوبوا. دونك واسط القطعه او بي ها هي او بي، هي هذه، هذه هي القطعه او بي، من واحد حتى نزيد سيدي حتى لستة. الواسط شنو هو؟ كيمر من المنتصف، المنتصف هو هذا، هذا هو الواسط ديال هذه القطعه، كيمر من المنتصف وكيكون عمودي على حامل القطعه. دونك هذه هي او بي وهذا هو دلتا. دونك باش نبين ان هاد دلتا واسط القطعه او بي شنو خصني نبين؟ خصني نبين انه كيمر من المنتصف ديال او بي. وشنو هو المنتصف ديال او بي؟ المنتصف ديال او بي راه بينا في السؤال الخامس هو السي. دونك السي منتصف او بي، خصني نبين ان دلتا كيمر من السي، ونبين في نفس الوقت ان دلتا عمودي على المستقيم او بي. هادشي اللي غنبين، جوج الخاصيات، نبين ان دلتا عمودي على او بي. باش غنبين التعامد غنبينو بالميل، غنبين ان قلنا القاعده ديال التعامد شنو هي؟ جداء ميلهما يساوي ناقص واحد، يعني جداء ديال دلتا مع الميل ديال دلتا مع الميل ديال او بي خصو يعطينا ناقص واحد. ونبينو ان السي كينتمي لدلتا، راه ديجا بيناها يمكن في السؤال اللي قبل، في واحد السؤال بيناها فين هي؟ هاهي في السؤال الثالث بينا ان السي كينتمي لدلتا. دونك عندنا هاد الخاصيه، اشنو خصنا عاوتاني؟ خصنا غير نبينو ان دلتا عمودي على او بي. اذا غندير لدينا اول حاجه نكتب بعدها هي السي كينتمي لدلتا، السي ينتمي لدلتا. نقدر ندير بين قوسين حسب السؤال رقم 3، حسب السؤال 3 غندير. ولدينا دابا الخاصية الأولى بيناها أن السي كينتمي لدلتا، أنه كيمر من منتصف دلتا. نزيد هنايا خصني نزيد هو السي منتصف أو بي. ولدينا السي، نكتبها عاوتاني هنا، منتصف أو بي.
يعني ان دلتا كيمر من المنتصف ديال اوب. هي الخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه خصني نبين ان دلتا عمودي على او بي. اذا غندير باش نبينها اشنو غندير، جداء الميلين يساوي ناقص واحد. اذا الميل ديال او بي شحال هو؟ واحد على ثلاثة اللي حددناه هنا، واحد على ثلاثة في الميل ديال دلتا. الميل ديال دلتا شحال؟ الميل دلتا هو هذا، الميل ديالو ناقص ثلاثة. اذا في ناقص ثلاثة شحال غتعطينا؟ ثلاثة غتمشي مع ثلاثة وغتبقى لنا واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد. اذا لقينا فعلا ان جداء الميلين كيساوي ناقص واحد، اذا شنو غنستنتجو؟ ان دلتا ودي عموديان، دلتا ماشي دي، دلتا و او بي، دلتا عمودي على او بي. دونك بينا التعامد وبينا انه كيمر من المنتصف، اذا راه واسط القطع، وبالتالي دلتا واسط القطعة او بي. دونك باش عجبني هذا الامتحان عطينكم لسباس كافي فين ديروا الاجوبة ديالكم، ماشي بحال الامتحانات الاخرى كيعطيوكم فين تجاوبوا ولكن كيصغروا لكم المساحة فين كتكتبوا. داكشي علاش الامتحان كيبان طويل، فيه 8 ديال الوراق ولكن راه ساهل، راه الامتحان زوين الصراحة. تجاوبوا في الورقة و8 الوراق، راه كل سؤال مشي يرفق، وانت راه ماشي كيعني عندكم بزاف ديال الاسئلة وما غيقدكش الوقت، بالعكس راه مصغرين لك مسهلين عليك الاجابة. وما تضيعش الوقت بزاف مع الورقة ديال التحرير وما تبقاش تكتب بزاف. دونك السؤال السابع، المستقيم دلتا يقطع محور الافاصيل في النقطة ك، احسب مساحة المثلث ا او ك. دونك اول حاجة غنجيو هنايا نديرو هذاك او بي، نرسمو الشكل هنا ديال واسط قطعة. دونك هي او، هي بي، نرسمو دلتا باش نشرح لكم فيه مزيان، من الاحسن نشرحو في المعلم. دونك هذه هي القطعة او بي، نعبرو هنا شحال كاين، كاين جوج فصيلة 8. دونك ديرو واسط القطعة بركة بلا ما نحسبو في راسنا واسط القطعة. الطريقة باش كنديرو واسط القطعة شنا هي؟ بحال كنبغي ننشا المنتصف، كناخد فتحة البركار، نحاول ناخد مسافة قريبة لبي، ما نفوتش بي قريبة ليها، نفوت النص وندير قوس هكا وندير قوس هكا، ومن بعد كنخلي نفس الفتحة ونحط البركار دابا على بي، ندير قوس آخر نلاقي الأقواس، فوالا غيتلاقاو ليا في هاد جوج النقاط. هاد جوج النقاط هما اللي كيمر منهم، كيمر منهم واسط القطعة. دونك هذه هي هاد النقطة وهاد النقطة. دونك هذا هو المستقيم دلتا. هنا كيمر من السي، هذه هي النقطة السي، وهنا كاين تعامد. دونك قالنا شنو؟ قالنا في السؤال يقطع محور الافاصيل في ك، دونك هذه هي النقطه ك غتكون هنايا، واضح؟ احسب مساحه المثلث ا او ك. دونك فين هو المثلث؟ ها هو ا او ك. دونك هذا المثلث، هذا نديرو بشي لون اخر، نديرو بالاخضر. هاهي ك، هي هادي، هاهي ا عندنا الفوق او ك. دونك بغينا نحسبوا المساحه ديال هذا المثلث هذا. دونك اول حاجه هذا المثلث خصنا اول حاجه نعرفه هو انه قائم الزاويه، حيت ا كتنتمي للمحور الاراتيب، ك كتنتمي للمحور الافاصيل، وحنا كنعرفوا ان محور الافاصيل مع محور الاراتيب كيكونوا متعامدين. اذا ا او ك مثلث قائم الزاويه في او. وشنا هي القاعده باش كنحسبوا المساحه ديال المثلث؟ اي مثلث هي القاعده في الارتفاع مقسوم على جوج. شوف في المثلث قائم الزاويه كنعتبر وحده قاعده، وحده الا كانت اوكا هي القاعده، او ا غيكون هو الارتفاع، كانت ا او هي القاعده، اوكا غيكون هو الارتفاع، يعني اوكا في او ا وغادي نقسمها على 2. المشكل فين عندنا؟ عندنا دابا الاحداثيات ديال ا، عندنا الاحداثيات ديال او، خصنا الاحداثيات ديال ك،
يعني ضروري خصني نحدد الاحداثيات ديال كا باش نقدر نحسب المسافة او كا ونحسب المسافة او ا، ومن بعد ندير القاعدة ديال المساحة. اذا اول حاجة غندير لنحدد احداثيات كا. اذا اول حاجة قلنا كا هي تقاطع مستقيم دلتا مع محور الافاصيل. اي نقطه يعني كا كتنتمي لمحور الافاصيل، اي نقطه كتنتمي لمحور الافاصيل اشنو العلاقه ديالها او اشنو الخاصيه اللي كتعبر عليها؟ هو ان الافصول ديال النقط كاملين اللي كينتميو الارتوب عفوا الارتوب ديال جميع النقط اللي كينتميو لمحور الافاصيل كيكون كيساوي صفر. اذا شنو غندير؟ غندير لدينا كا تنتمي، ندير تنتمي لمحور الأفاصيل. إذن ك الإحداثيات ديالها غيكون الأفصول هو إكس ك مجهول باقي معرفناش، والأرتوب شنو غيكون؟ غيكون صفر. يعني أي نقطة خديتها من محور الأفاصيل، خديت هاد النقطة شحال الأرتوب ديالها؟ صفر. خديت هاد النقطة صفر، خديت هاد النقطة الأرتوب ديالها صفر. دونك ك غيكون الإحداثيات ديالها هي إكس ك صفر. وحنا ديجا عندنا ان ك كتنتمي لمحور الافاصيل وكتنتمي لمحور المستقيم دلتا، حيت هي التقاطع ديال محور الافاصيل مع دلتا. اذا غندير ولدينا ك للاحداثيات ديالها قلنا اكس ك صفر كتنتمي لدلتا. اذا مادام كتنتمي لدلتا فهي كتحقق المعادله ديالو. المعادله ديال دلتا شنو هي؟ هي ايكغيك تساوي ناقص 3 اكس زائد 5. اذا هنا إيكغيك غنعوضها بإيكغيك كا كتساوي ناقص 3 إكس كا زائد 5. إيكغيك كا عندنا هي صفر تساوي ناقص 3 إكس كا زائد 5. واضح ولا عندي مجهول واحد هو إكس كا؟ هادي إكس كا كنكتبوها غير هنا إكس كا. غادي نلقاو دابا هاد ناقص 3 اكس ان اكس كنحولوها للطرف الاول غتولي زائد 3 اكس ك تساوي 5. اذا اكس ك اشنو كتساوي؟ كتساوي 5 على 3، هاد العدد مقسوم على هذا 5 على 3، وبالتالي ك الاحداثيات ديالها شحال هما 5 على 3، 5 على 3 0. واضح؟ هادو هما الاحداثيات ديال النقطه ك. دابا فاش حددنا الاحداثيات ديال ك غادي نحسبوا المسافه او ك ونحسبوا المسافه او ا، ومن بعد نستعملوا القاعده باش نحسبوا المساحه ديال المثلث. اذا ولدينا المسافه نسميوها او ك كتساوي جذر مربع، غادي نحاول نكتب نيشان حيت ما بقاش عندي لسباس بزاف. نشوف التمرين الثالث ما بقاش عندنا، غادي نحاول نكتب مباشره. دونك المسافه او كشنو كتساوي؟ هي عندنا او كتساوي زيرو، دونك هي اكس ك اس 2 زائد ايكغيك ك اس 2. دونك الا درت حتى الا درت كنديرو بين قوسين كندير اكس ك ناقص اكس او اس 2. انا كتبت لكم كاع القاعده، ثم ايكغيك ك ناقص ايكغيك او اس 2. دونك تساوي اكس او راه هي صفر، ايكغيك او هي صفر، دونك كتبقى لنا اكس ك اس 2 ايكغيك ك اس 2. دونك هي جذر مربع، اكس ك شحال؟ هي 5 على 3 اس 2 زائد ايكغيك ك شحال؟ هي صفر اس 2. دونك تساوي جذر مربع 5 أس 2 هي 25، 3 أس 2 هي 9، 0 أس 2 راه هي 0. دونك جذر مربع 25 على 9 هي جذر مربع 5 هي 5، وجذر مربع 9 هي 3. إذا المسافة أوكا كتساوي 5 على 3. بصفة عامة بغيت نقولها لكم في الأول حتى نستنتجوها، المسافة أوكا راه كتساوي الأفصول ديال النقطة، الأفصول ديال النقطة ك اللي هو 5 على 3، حيت ك كتنتمي لمحور الأرتيب. المسافة هي هاد المسافة من صفر حتى لك راه هي الأفصول ديال ك. ونفس الشيء بالنسبة للأرتوب، دابا غادي نكتبوها مباشرة. ندير ولدينا، نخلي هادي فين نعاود نكتب،
ولدينا A كتنتمي لمحور الأفاصيل، إذن OA أو أشحال كتساوي؟ كتساوي الأورتو ديال A اللي هي 5. نيش أنا غنديرها المسافة OA هي 5. دابا غادي نحسبو المساحة ديال المثلث. هذا السؤال الثاني. دابا نكتبو هنا مساحة المثلث AOK. إذا المساحة أشنا هي؟ نسميوها S تساوي الأوكا في OA على جوج. هي القاعدة في الارتفاع مقسومة على جوج. أوكار عندنا هي 5/3، في أوآ هي 5، الكل على 2. دونك تساوي 5 × 5 هي 25/3. القسمة غنحولها للضرب، هاد مقسومة على جوج غنرجعها هي في 1/2. دونك بحال 5 × 5 هي 25/3، هذا البسط. المقام غنحولو للضرب، غنحول القسمة للضرب. فاش كنحول القسمة للضرب المقام كندير المقلوب ديالو. دونك جوج المقلوب ديال جوج هو 1/2. دونك هي 25 × 1 هي 25، وثلاثة في جوج هي 6. إذن المساحة ديال المثلث هي S كتساوي 25 نقسمو على 6. المساحة خصني نديرها بالفاصلة ماشي بالكسر. دونك كنديرو 25 مقسومة على 6، شحال عطاتنا؟ عطاتنا تقريبا 4.16. ما عطينا لا وحدة لا والو، نخليوها هكا. كانت الوحدة سنتيمتر، الوحدة سنتيمتر غتكون سنتيمتر مربع. إلا كانت هنا ما عطيناش الوحدة، نتا تكتب غير بحال هكا. حبس هنايا، الجواب ديالك جواب صحيح. دن تمرين طويل بزاف فيه ما يدار، ولكن ماشي خسارة فيكم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا التمرين مزيان، تمرين رائع جدا. شفنا فيه بزاف ديال الحوايج اللي مهمة في الدرس ديال معادلات مستقيم والدرس ديال المعلم في المستوى. إذا المستوى منسوب إلى معلم متعامد منظم أو إي جي. السؤال الأول، نعتبر الدالة F بحيث F لناقص 3 تساوي 7. بين أن F لإكس تساوي ناقص 7/3 إكس. إذا عندنا F دالة خطية، هذا السؤال راه دائما كيطرح. إذا الصيغة ديال الدالة الخطية شنا هي؟ هي F لإكس تساوي A تساوي A إكس، بحيث A هو المعامل ديال الدالة، عفوا ديال الدالة F. إذا مادام F لي X كتساوي AX، شنو كيساوي المعامل ديال الدالة؟ هو F لي X على X. بغيت هاد العدد كنشد هذا ونقسمو على هذا، F لي X على X. دونك تساوي F لي X، X غنعوضها بناقص 3، حيت حنا عندنا F لي ناقص 3 كتساوي 7. دونك X غندير في بلاصتها ناقص 3. درت هنا ناقص 3 حتى لتحت، اكس نعوضها عاوتاني بناقص 3، هي اف لي ناقص 3 على ناقص 3. اذا اف لي ناقص 3 راه عاطينها لنا هي 7، دونك هي 7 على ناقص 3. 7 على ناقص 3 ناقص، راه نقدر نحطو هنا. دونك المعامل ديال الداله اف هو ناقص 7/3، وبالتالي اف لي اكس تساوي المعامل هو ناقص 7/3 اكس. إذن هذه الصيغة ديال الدالة F سهلة عليها نقطة، إذن نقطة فابور. السؤال الثاني، نعتبر الدالة جي المعرفة بشيلي إكس تساوي 3 إكس ناقص 4. إذن هذه دالة تآلفية. أحسب صورة العدد 1 بالدالة جي. إذن الصورة ديال العدد 1 يعني جي لواحد. إذن عندنا جي لإكس تساوي 3 إكس ناقص 4. اذا جي لي واحد، اكس عوضناه بواحد، حتى هنا اكس نعوضها بواحد، 3 × 1 ناقص 4. هنا 3 اكس راك تاني 3 × x، ماشي اكس و30. كاين اللي كيجي كيحط في بلاصه اكس يحط واحد ويقول لك 31، لا، هنا راه عندي الضرب. دونك خصني ندير 3 × 1، 3 × 1 3 ناقص 4، و 3 ناقص 4 هي ناقص 1. اذا جي لي واحد كتساوي ناقص 1.
سؤال باء، حدد العدد الذي صورته 5 بالدالة الجي. هذا العكس، هنا عطاونا العدد وقلنا حسبوا الصورة ديالو، دابا عطينا الصورة وقلنا حسبوا السابق ديالها، يعني العدد اللي الصورة ديالو 5. إذن غندير ليكن إكس العدد الذي صورته 5 بالدالة جي. إذن افترضنا واحد العدد إكس الصورة ديالو هو 5 بالدالة جي، يعني الصورة ديال إكس هي 5. إذن جي لي إكس تساوي 5. صورة إكس هي 5، العدد الذي صورته 5 بالدالة جي هو إكس. واضح؟ جي لي إكس غنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي 3 إكس ناقص 4 تساوي 5. إذن 3 إكس تساوي 5، بقات في بلاصتها، ناقص 4 غنحولها تولي 4. إذن 3 إكس تساوي 5 زائد 4 عفوا هي 9. إذن إكس تساوي 9 على 3 تساوي 3. إذن العدد الذي صورته 5 بالدالة جي هو 3. تبعنا إذن العدد الذي صورته 5 بالدالة جي هو ماذا؟ هو 3. السؤال الثالث، في الشكل الجانبي نعطي التمثيل المبياني للدالة الخطية F. دونك هنا عطينا التمثيل المبياني ديال الدالة F. السؤال ألف، أنشئ في نفس المعلم التمثيل المبياني للدالة جي. دونك التمثيل المبياني للدالة جي هو واحد، هو مستقيم، ما كيمرش من اصل المعلم، حيت عندنا جي دالة تآلفية. عندنا جوج الاعداد، عندنا الصورة ديال واحد هي ناقص واحد بالدالة جي، يعني النقطة ذات الاحداثيات واحد ناقص واحد كتنتمي للتمثيل المبياني. وعندنا النقطة الثانية هي 5 3 3 5 عفوا، حيت الصورة ديال 3 هي 5 بالدالة جي. دونك غندير هنايا غندير انظر الشكل، دونك الصورة ديال واحد هي ناقص واحد، دونك ها هي الصورة ديال واحد، الصورة ديال واحد هي ناقص واحد، دونك غيمر من هاد النقطة التمثيل المبياني. ثم عندنا الصورة ديال 3 هي 5، دونك الصورة ديال 3 هي 5، دونك غيمر من هنا كذلك. دونك هذا هو المستقيم والتمثيل المبياني ديال الدالة جي. دونك صورة واحد قلنا 3 هي ناقص واحد، دونك صورة واحد هي ناقص واحد، دونك هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة جي. نسميو السي دو جي، نسميو هذا السي دو اف، التمثيل ديال الدالة اف، وهذا التمثيل ديال الدالة جي. السؤال باء، حل المعادلة ناقص 7 على 3 إكس كتساوي 3 إكس ناقص 4. دونك لاحظوا هاد ناقص 7 على 3 إكس شنا هي الدالة إف لي إكس، هي ناقص 7 على 3 إكس، و 3 إكس ناقص 4 شنا هي التمثيل، هي الصيغة عفوا ديال الدالة جي، 3 إكس ناقص 4. دونك الحل ديال هاد المعادلة مبيانيا راه هو التقاطع ديال هاد المستقيمين، هما الإحداثيات ديال هاد النقطة هادي، هما هاد الأفصول هذا وهاد الأرتوب، هو الأفصول ديال نقطة التقاطع عفوا. دونك هو هاد الأفصول، هو هاد العدد اللي غيكون عندي هنا، ولكن هنا ما مطلوبش منا نحدو الحل ديال المعادلة مبيانيا، حيت كان نفس سؤال جيم عاد قالوا لنا استنتج إحداثيات نقطة تقاطع التمثيل المبياني. يعني هنا غنديروا الحل جبري، طريقة باش كنحلوا المعادلات. إذا لدينا هذه المعادلة هذه، ندير يعني هنا عندي كسر، دونك خصني نوحد المقامات ديال الأعداد كاملين. غندير هنا ناقص 7 على 3 إكس، هاد 3 إكس غنحولها غتولي ناقص 3 إكس، وغنوحد لها المقام، دونك غنقسم على 3 وغنضرب في 3، المقام موحد هو 3، تساوي هنا غتبقى لنا ناقص 4، حتى هي نوحد لها المقام نضرب في 3 ونقسم على 3 باش يبقى عندنا نفس المقام في الحدود كاملة. دونك ناقص 7 على 3 ما عنديش فيها مشكل، ها هي ناقص 3 في 3 هي 9 على 3 إكس، تساوي ناقص 4 هي في 3 هي ناقص 12
على ثلاثة. شنو درنا دابا؟ وحدنا المقامات. دابا غنحيدو المقام. فاش كتكون عندي معادلة فيها نفس المقام كنتخلصو من المقام. علاش؟ بحال ضربنا هاد الطرف في ثلاثة وضربنا هاد الطرف في ثلاثة، الا ضربت معادلة في نفس العدد راه في الطرفين في نفس العدد راه مكتغيرش المعادلة. هنا ثلاثة غتحيد لينا هادي وغتحيد لنا هادي، حيت فاش غنشر غنضرب هادي في هادي غتمشي هادي مع هادي، وغنعاود نضرب هادي في هادي وغتمشي ثلاثة مع ثلاثة، وهنا ثلاثة غتمشي لنا مع ثلاثة. وغتبقى ناقص 7 اكس ناقص 9 اكس ناقص 7 اكس ناقص 9 اكس شحال هي؟ عندي ناقص ناقص غنحتفظ بها وغندير الجمع، هي ناقص 16 اكس تساوي ناقص 12. دونك ناقص غتمشي مع ناقص وغتبقى لنا اكس تساوي 12 على 16. 12 على 16 نقدر نختزل بربعة، وغتبقى لنا اكس تساوي 12 على 4 هي 3 و 16 على 4 هي 4. دونك اكس تساوي 3 على 4، وبالتالي ندير حل هذه المعادلة هو ثلاثة على أربعة. قالك استنتج إحداثيتي نقطة تقاطع التمثيلي المبيانيين اللي الدالة اف والدالة جي. يعني غادي نستنتجو إحداثية ديال هاد النقطة هادي، نسميوها مثلا نقطة مثلا ام، نسميوها واحد النقطة ام ولا ا ولا بي ولا بلا نسميوها، باش كاع حنا غنطلب ما مطالبينش باش نسميو هاد النقطة هذه. دونك أول حاجة عرفنا أن إكس كتساوي 3 على 4، يعني الأفصول ديال هاد النقطة غيكون هو 3 على 4. غيبقى لينا غير نحدو الأرتوب ديال هاد النقطة هذه. دونك قبل غادي ندير أفصول النقطة، أفصول نقطة تقاطع التمثيلين المبيانيين للدالتين اف و جي، هو حل هذه المعادلة هو 3 على 4. وندير إذن قبل خصني ندير اللي تكون ام نقطة تقاطع هذا وهذا، هنسميوها ام. الأفصول ديالها قلنا هو 3 على 4، والأرتوب ديالها هو نسميوه إيكغريك أم. غندير في الأول اللي تكون أم إكس أم إيكغريك أم نقطة تقاطع تمثيلي المبيانيين إلى آخره. هنا غير حيت ما عنديش لسباس بزاف فين نكتب هاد الشيء، دونك نتوما كتبوا غير بحال هكا راه بين الشرح ديالكم. دونك لقينا الافصول. دابا شنو باقي لينا؟ باقي لينا ايغريك ام، باقي لنا الارتوب ديال هاد النقطه. عندنا ام نقطه التقاطع ديال هاد التمثيلين، يعني راه كتنتمي اما للداله اف ولا كتنتمي حتى للداله جي. استعمل الداله اللي بغيتي باش تحدد ايغريك ام. غندير لدينا ام تنتمي للتمثيل المبياني ديال الدالة، نخدمو بإف سهلة فيها ناقص 7 على 3، تنتمي لسي دو إف، التمثيل المبياني ديال الدالة إف سميناه سي دو إف. إذن الصورة ديال 3 على 4، إف لي 3 على 4 كتساوي شحال؟ كتساوي إكغيك ام اللي باغي نحسبه. واضح؟ الصورة ديال الأفصول كتساوي الأرتوب. دونك اف لي 3 على 4 راه هي شحال؟ نعوضوها ناقص 7 على 3 في 3 على 4، دونك هي ناقص 7 على 3 في 3 على 4 تساوي إكغريك ام. وغنديرو الحل ديال هذه المعادلة، ناقص 7 على 3 راه هي هذه، وإكس عوضناها ب 3 على 4، دونك في 3 على 4، 3 على 4 هي إكس باش ما تتلفوش. إذا هنا ناقص 7 في 3 هي ناقص 21، 3 في 4 هي 12 تساوي إكغريك إم. دونك 21 12 نقدروا نختزلوا ب 3، كاينين نختزلوا هنا 3 غتمشي مع 3 وتبقى لنا 7 ناقص 7 على 4، دونك ما كاين علاش نزيدوا هذا السطر كاع. دونك اختزلوا 3 مع 3 وغتبقى لنا إكغريك إم كتساوي ناقص 7 على 4. إذا إم
الإحداثيات ديالها هي 3 على 4، والأرسطو هو شحال؟ هو ناقص 7 على 4. مثلا جينا هنا للشكل الأفصول، ها هو 3 على 4، هنا عندنا ناقص 7 على 4، مش ناقص 7 على 4، ناقص 7 على 4 صغر من 1، تكون هنايا. نشوفوا فين عندنا الإشكال. دونك الحل ديال المعادلة هو هذا، ناقص 7 ناقص 9 على 3، قلنا هي 3 على 4. دونك ام 3 على 4 ايكغيك ام، قلنا ايكغيك ام ناقص 7 على 3 في 3 على 4 تساوي ايكغيك ام. دونك ناقص مشات 3 مع 3 بقات لنا ناقص 7 على 4 هي ايكغيك ام. اذا هذا هو الجواب ديال هاد التمرين هذا. وصلنا لنهاية التمرين، غنخدمو التمرين الرابع ديال المتجهات والإزاحة. إذا في الشكل ام ان بي كي مستطيل مركزه او، دونك ام ان بي كي عندنا مستطيل المركز ديالو او، او ان او او ان بي او او ان بي او متوازي الاضلاع. نعتبر الازاحه تي ذات المتجهه او بي، دونك الازاحه تي هي اللي كتحول النقطه او الى بي او ذات المتجهه او بي. سؤال ألف، انشئ على الشكل النقطة اف صورة النقطة ان بالازاحة تي. دونك باش ننشأ ان او اف صورة ان، دونك السؤال الاول اف صورة ان بالازاحة تي. الازاحة تي هي الازاحة ذات المتجهة او بي. هذا شنو كيعني؟ كيعني ان المتجهة او بي كتساوي المتجهة ان اف، دونك كتساوي المتجهة ان اف. وهذا شنو كيعني؟ ان الرباعي او بي اف ان متوازي الاضلاع، اي ان الرباعي او بي اف ان دائما كيف ما قلنا كنخليو المتجهة، المتجهة الاخرى كنقلبوها او بي كنخليوها مقادة، اف ان اف غنرجعوها اف ان. هذا هو الرباعي متوازي الاضلاع. دونك عوض ما ندير هما يقولك او بي تساوي ان اف، غدير متجهتان لهما نفس الاتجاه، يعني حاملين ديالهم متوازيان، نفس المنظم، نفس المنحة، المنحة من او بي والمنحة من ان اف. عوض ما تبقى تقول هادشي كامل، غير قول غير رباعي او بي اف ان متوازي الاضلاع، صافي. وكنمشي كنصوب هاد متوازي الاضلاع، دونك او بي اف ان، دونك اف غتكون في هاد الاتجاه هذا. غادي ناخد البركار، غادي نعبر المسافة او ان، ونحط البركار على بي، وندير القوس الاول، والمسافة او بي هي المسافة او ان، حيت عندنا او هو المركز ديال المستطيل. اذا هذه هي النقطة، هذه هي النقطة اف. دونك بحيث قلنا هاد الشكل هذا متوازي الأضلاع، واضح. إذا هذه هي النقطة F، المتجهة أو بي كتساوي المتجهة N F. إذا في السؤال التالي قال لنا كبين أن الرباعي أو إن إف بي، أو إن إف بي نفس الرباعي معين. معين شنو هما الخاصيات ديال المعين؟ كيفاش غنبينو هذا الشكل؟ قلنا او ان اف بي راه متوازي الاضلاع، ولكن هما قالنا بين انه معين. المعين راه حاله خاصه من الحالات ديال متوازي الاضلاع. دونك المعين شنو هو؟ هو متوازي الاضلاع ولكن عنده واحد الشروط اخرى. شنو هما الشروط ديالو؟ الشروط هو الاضلاع ديالو كيكونوا متساويه كاملين، هاد الضلع كيساوي هاد الضلع كيساوي هاد الضلع كيساوي هاد الضلع، والقطران ديالو كيكونوا متعامدين، اللي القطر ان بي مع القطر او اف كيكونوا متعامدين. هادو هما الخاصيات ديال المعين. ولكن حنا باش غنبينو انه باش غنبينو ان هذا الرباعي هذا معين، ديجا عندنا راه متوازي الاضلاع، كنعرفوا ان او ان اف بي متوازي الاضلاع، هي قلنا في السؤال الاول. دابا خصنا غير الشرط الثاني باش نقولوا انه معين، اللي هو او ان. هنا يكفي عوض ما نقول او ان كتساوي ان اف كتساوي اف بي كتساوي بي او،
خصني يكفيني غير جوج الاضلاع متابعين يكونوا متساويين. بحال هنا عندي او ان و او بي، بي او تابعه او ان، وعندنا ديجا بي او كتساوي او ان، اذا رباعي معين. من جبنا هاد او ان كتساوي او بي، هو ان او المركز ديال المستطيل ان بي كي ام. دونك كنعرفوا ان المركز ديال المستطيل كيقطع لينا الاقطار في المنتصف، والقطران ديال ديال المستطيل راه كيكونوا متساويين، ماشي بحال ديال اي متوازي الاضلاع. المستطيل تا هو راه حاله خاصه من الحالات ديال متوازي الاضلاع. دونك باش ما نطولوش غادي نكتبوا الاجابه. لدينا او ان بي اف، او ان اف بي، نحافظوا على الترتيب، او ان اف بي متوازي الاضلاع. دونك هذا الشرط الاول. وغندير ولدينا المسافه او ان كتساوي المسافه او بي، او بي او كتساوي المسافه او ان، باش نبينهم انهم متابعين. بي او تابعه او ان، بي او تساوي او ان. هذا غادي تحتاج التعليل، وغندير قدامها لان، علاش؟ لان او مركز المستطيل، المستطيل او ان بي او. واضح؟ اذا مادام او المركز ديال المستطيل، ف او ان كتساوي او بي كتساوي او كي كتساوي او ان. واضح؟ حنا محتاجين غير او بي كتساوي او ان. صافي، الا لقيت هاد جوج الشروط هادو، صافي نيشان كنستنتج ان الرباعي انه معين. وندير وبالتالي الرباعي او ان اف بي متوازي الاضلاع. دونك علاش اختصرنا غير ب او بي كتساوي او ان؟ حيت قلنا ان هذا متوازي الاضلاع. الا كانت او بي كتساوي او ان، راه او بي كتساوي ان اف، حيت كل ضلعين متقابلين متقايسان في متوازي الاضلاع. او بي كتساوي ان اف، او ان حتى هي كتساوي بي اف، وبالتالي راه بي او كتساوي او ان كتساوي ان اف كتساوي اف بي. دونك حنا غنختصروا غير على ضلعين متتابعان، بي او كتساوي او ان. صافي، راه هذا كيعني حتى ان اف و ان او اف بي راه حتى هما متساويين، ماشي متوازي الاضلاع. وبالتالي او ان اف بي معين، عفوا ديجا قلنا متوازي الاضلاع، قلنا كاينين واحد جوج الاضلاع متابعين ومتساويين، واستنتجنا انه معين. دونك هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث قلنا بين ان بي منتصف القطعه او اف بي، هي قلنا بين انها منتصف او اف. دونك من خلال الشكل كتبان لنا انها المنتصف، ولكن حنا ما غاديش نبينو، ما غاديش نقولو من خلال الشكل، خصنا الطريقه باش نبينو ان بي منتصف او اف. دونك باش تكون بي منتصف القطعه او اف، خصني نبين اما المتجهه او بي كتساوي ال او بي كتساوي المتجهه بي اف، ونبين ان او بي كتساوي واحد على جوج او اف. راه شفنا القاعده ديال منتصف قطعه. دونك اللي سهله هي غنبينو ان او بي كتساوي بي اف. باش غنبينوها؟ دونك شوفوا معايا هذا الشكل الاول، او ان بي او متوازي الاضلاع، اذا او ان كتساوي او بي. وعندنا عاوتاني او ان اف بي تا هو متوازي الاضلاع، اذا او ان كتساوي بي اف. لقينا او ان كتساوي او بي، او ان كتساوي بي اف، اذا غنستنتجو ان او بي كتساوي بي اف، وبالتالي غنستنتجو ان بي منتصف القطعه او اف. يلا نكتبوها. اذا غندير لدينا او ان بي او، او ان بي او متوازي الاضلاع، اذا او ان كتساوي او بي متجهه. ثم متوازي الاضلاع الاخر اللي عندنا او ان اف بي، ولدينا او ان اف بي هو متوازي الاضلاع، اذا او ان كتساوي بي اف واضح. اذا غنسميو هذه علاقه واحد، نسميو هذه العلاقه اثنان، ندير من واحد واثنان نستنتج
ان. دونك لقينا او ان كتساوي او بي و او ان كتساوي بي اف. اذا او بي كتساوي بي اف. اذا او بي كتساوي بي اف. علاش؟ حيت بجوجهم لقيناهم كيساويو المتجهه او ان. دونك حنا اللي كتهمنا هي هذه. دونك مادام لقينا او بي كتساوي بي اف، اذا كنستنتجو ان بي منتصف او اف، وبالتالي بي منتصف القطعه او اف. واضح مزيان. السؤال الرابع قلنا حدد صوره المستقيم ام كي بالازاحه تي. ام كي شنو هي؟ ام هي كي هي. دونك الازاحه تي هي التي تحول او الى بي، هي هذا المتجه هذه. اذا صوره ام هي او، وصوره كي هي او، ولكن خصنا نبينوها. غنبينو ان هذا الرباعي هذا متوازي الاضلاع، بينو ان او بي او كي او كتساوي او بي، غنبينو ان هذا متوازي الاضلاع، بالتالي او بي كتساوي كي او، يعني الصوره ديال او هي الصوره ديال كي هي او، الصوره ديال ام هي او، وبالتالي صوره المستقيم ام كي هو المستقيم او او. دونك كيفاش نعبر عليها؟ نكتبو هنا نيشان، وندير لدينا او منتصف ام بي، اذا ام او كتساوي او بي. اذا غندير لدينا او منتصف ام بي. او راه هي المركز ديال المستطيل، اذا هي المنتصف ديال القطر. الا كانت او منتصف ديال ام بي، هذا كيعني ان المتجهه ام او كتساوي المتجهه او بي. اذا بلوب او بي اللي هي الازاحه كتساوي ام او. دونك الا كانت او بي كتساوي ام او، هذا كيعني ان او صوره ام بالازاحه التي تحول او الى بي، هي الازاحه تي. اذا ومنه او صوره ام بالازاحه تي ذات المتجهه او بي. واضح؟ اذا غندير ولدينا دابا خصني نبين ان هاد الرباعي او بي او كي خصني نبينو انه متوازي الاضلاع. باش غنبينو انه متوازي الاضلاع، عندي او ان كتساوي او بي حيت هذا متوازي الاضلاع، عندي كي او كتساوي او ان، غنستنتج ان كي او حتى هي كتساوي او بي، وبالتالي هذا الرباعي متوازي الاضلاع. من هاد متوازي الاضلاع غادي نستنتج ان المتجهه او بي كتساوي كي او، ولا كانت او بي اللي هي المتجهه ديال الازاحه كتساوي كي او، هذا كيعني ان او الصوره ديال كي بالازاحه تي. اذا غندير ولدينا او ان كتساوي كي او، او ان كتساوي كي او، وكتساوي او بي، غنديرها في نفس الوقت وكتساوي او بي. دونك او ان كتساوي كي او، عرفنا علاش، حيت او منتصف القطر كي ان، و او ان كتساوي او بي حيت عندنا او ان بي او متوازي الاضلاع. اذا او ان كتساوي او بي وكتساوي كي او في نفس الوقت. اذا اللي كتهمنا حنا من هذه هي او ان كتساوي او بي، هذه او ان كتساوي او بي، وبالتالي غنستنتجو ان إذا كانت هذه كتساوي هذه، شنو غنقولوا على هذا الرباعي؟ هذه الرباعي او بي او كي. اذا او بي او كي متوازي الاضلاع، متوازي الاضلاع. اذا كان هذا متوازي الاضلاع، شنو غنستنتجو؟ غنستنتجو ان او بي كتساوي كي او، ومنه او بي كتساوي كي او. دونك او بي هي المتجهه ديال الازاحه، اذا او صوره كي بالازاحه التي تحول او الى بي. اذا او صوره كي بالازاحه التي تحول او الى بي، رسميتها تي بالازاحه تي.
دونك هنا قلنا او صورة ان بالازاحة تي نسميوها واحد، و او صورة كي بالازاحة تي نسميوها جوج، ونديرو من واحد واثنان نستنتج ان مادام او صورة ام او صورة كي. دونك شنو هو الصورة ديال المستقيم ام كي؟ هو المستقيم او او صورة المستقيم ام كي هو المستقيم او واضح. دونك صورة مستقيم بالإزاحة هو مستقيم يوازيه. دونك باش نحدد الصورة ديال المستقيم ام كي، حددنا الصورة ديال ديال النقطة ام لقيناها هي او، صورة كي لقيناها هي او، اذا صورة المستقيم ام كي هو المستقيم او. دونك تمرين فيه ما يدار كملنا، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، تكونوا استفدتوا من هذا الشرح. مازالنا التمرين. دونك قصد توظيف اطر جديده، قامت اداره مجمع سياحي باستجواب عدد من المرشحين حول عدد اللغات التي يتحدثون بها، نتائج موضحه في الجدول الاحصائي التالي. دونك عندنا واحد الشركه ديال السياحه بغات توظف موظفين جداد، وبطبيعه الحال كدير لهم واحد المقابله في الاول، وكتسولهم على عدد اللغات كل واحد وشحال من لغه كيتحدث بها. دونك عندنا هنا عدد اللغات هو الميزه، وعندنا عدد المرشحين هو الحصيص. دونك المرشحين اللي كيتحدثوا بلغه واحده كاينين 7 ديال المرشحين، جوج اللغات كاين 14 مرشح، 3 ديال اللغات كاين 6 ديال المرشحين، 4 ديال اللغات كاين 2 المرشحين، ومرشح واحد كيتكلم ب5 ديال اللغات. السؤال الاول، حنا هادشي ما كيهمناش اللغات ولا ماشي لغات، اللي كنعرفو حنا الميزه الحصيص يكون اللي بغى يكون في الاحصاء. هنا قالك حدد عدد المرشحين الذين تم استجوابهم، عدد المرشحين اللي تم استجوابهم هو الحصيص الاجمالي هو 7 نزيد عليها 14 نزيد عليها 6 نزيد عليها 2 نزيد عليها 1. دونك هنا عطينا في السؤال نقرا التمرين كامل المنوال، وعطينا في السؤال الثالث اتميم جدول الحصيصات. دونك مادام عطاونا جدول الحصيصات، دونك هنا بالنسبه للحصيص الاجمالي غنديروه غير 7 زائد 14 بلا ما نديرو بلا ما نعمرو الحصيص الاجمالي دابا حتى للسؤال الثالث. دونك الحصيص الاجمالي قلنا غندير 7 زائد 14 زائد 6 زائد 2 زائد 1 شحال غتساوي؟ دونك 14 و 6 هي 20، 27، 29، 30. دونك عندنا 30 مرشح، إذن عدد المرشحين الذين تم استجوابهم هو 30 مرشح. حدد منوال هذه المتسلسلة الإحصائية. دونك المنوال راه ديما كيطرح، المنوال هو قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص. الحصيصات هنا عندي 7 14 6 2 1، دونك 14 هي أكبر حصيص، إذا المنوال غيكون هو 2 ماشي 14. قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص، إذا منوال هذه المتسلسلة الإحصائية هو 2، وندير لأن له أكبر حصيص بين قوسين الحصيص هو 14. إذا الجواب المنوال هو 2 حيث عنده أكبر حصيص 14. سؤال 3، أتمم جدول الحصيصات المتراكمة ثم حدد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية. دونك الحصيص المتراكم غنعمروه هنايا، عاد من بعد نجاوبو على القيمة الوسطية. دونك الحصيص المتراكم ديال الحصيص الأول هو نفسه 7، ديال الحصيص الثاني 14 كنزيد على 7 هي 21، ديال الحصيص الثالث هي مجموع الحصيصات السابقة هذاك الحصيص ونزيد عليه الحصيصات السابقة، يعني 6 زائد 14 زائد 7، 14 زائد 7 ديجا حاسبينها هي 21. دونك كندير 21 زائد 6 مباشرة هي 7،
وعشرين، 27 زائد 2 29، و29 زائد 1 30. هنا في الاخر خاصها تعطيني الحاصص الاجمالي اللي لقيناه فعلا هو 30 مرشح. اذا الحاصصات المتراكمه هي عمرناها في الجدول، دابا غادي ندوزو القيمه الوسطيه. دونك فاش يكون عندكم اجابه بحال هكا من الاحسن تقسموها هكا، تعمر هنا ومن بعد تعمر هنا باش تستغل مزيان هذه المساحه هذه. دونك القيمه الوسطيه اول حاجه شنو خصني؟ خصني نصف الحصيص الاجمالي، ضروري نصف الحصيص الاجمالي. الحصيص الاجمالي هو 30، دونك 30 غنقسمها على 2 باش تعطيني النصف هي 15. ومن بعد شنو كندير؟ كنمشي للحصيصات المتراكمه وكنقلب على 15. عندي 7 و21، 15 ما كايناش، دونك 15 تكون ما بين 21 و 7، غتكون في هذا المجال هذا ما بين 21 و 7. دونك الا ما كانتش عندي هاد نصف الحصيص الاجمالي مع الحصيصات المتراكمه، وغالبا 99% ما كيكونش عندكم، اشنو كدير؟ كتختار اصغر حصيص متراكم كبر من هذاك النصف الحصيص الاجمالي. دونك 21 كبر من 15، 27 كبر، 29، 30 هادو كاع كبر من 15. دونك كناخذ الصغير فيهم، الصغير فيهم هو 21. دونك حيت حنا عندنا بالترتيب، دونك الصغير كيكون هو الاول في هذوك الاعداد اللي كبر من 15. 7 ما غاديش ناخذها حيت صغر من 15. دونك غندير ولدينا اصغر حصيص متراكم أكبر من أو يساوي 15. أصغر حصيص متراكم أكبر من أو يساوي 15 هو 21. الموافق لقيمة الميزة، قيمة الميزة ديال 21 شحال؟ هي 2. إذا شنو هي القيمة الوسطية؟ واش هي 21؟ لا، القيمة الوسطية هي قيمة الميزة التي توافق أصغر حصيص متراكم أكبر من أو يساوي نصف الحصيص الإجمالي. إذا 2 هي القيمة الوسطية، منه القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية هي 2. واضح. السؤال الرابع، احسب معدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. دونك المعدل الحسابي نرمز له ب M، كندير كسر، من بعد كندير قيمة الميزة في الحصيص الموافق لها 1 في 7، زائد قيمة الميزة الثانية في الحصيص الموافق لها 2 في 14، زائد 3 في 6. ردوا البال هنا، قلت لكم راه كيوقعوا أخطاء بالجملة غير في الحساب وفي النقل. عوض ما تكتب 4 في 2، تقدر المرة الأولى تكتب 4، تهبط عينك هنا تعاود تطلع عاد تجي لك مع 6 وتكتب في بلاصة 2 6. هادشي راه كيوقع، وكيوقع للأساتذة، كيوقع لأي واحد. وعندنا هنا 5 في 1، الكل كنقسمو على الحصيص الإجمالي. الحصيص الإجمالي قلنا هو 30، إذا غندير تساوي، أنا عندي على 30، وغنجي نحسب هادشي اللي عندي الفوق. عندي 7 في 1 هي 7، زائد 2 في 14 نكتبها 2 في 14، زائد 3 في 6، زائد 4 في 2 8، زائد 5 في 1 5. دونك هي 66. ما فيها باس نعاودو مرة أخرى. دونك 7 في 1 7، 2 في 14 28، زائد 3 في 6 18، زائد 4 في 2 8، زائد 5. إذا فعلا 66. دونك تنتأكد ما خصهاش والو. دابا هاد 66 غنقسمها على 30. 66 مقسومة على 30، عطينا 11 على 5، وركنا باش تعطيني بالفاصلة، ضروري نكتب بالفاصلة. دونك هي 2.2. إذن المعدل الحسابي لهذه
المتسلسلة الإحصائية هو 2.2. إذا هكا كملنا التمرين الخامس، تمرين مهم. هكا كيتحط الإحصاء. الإحصاء راه ساهل، 2 نقيطة ديالو ولا 3، ما تزقلوهاش، ساهلة. دونك قلنا التمرين نخدمو آخر تمرين ديال الهندسة الفضائية. إذا عندنا S E F G H، هرم قاعدته المربع E F G H. دونك S E F G H هرم، القاعدة ديالو هي المربع E F G H. دونك في الهندسة الفضائية راه دائما وغالبا ما كيعطيوكم الهرم، هنا ركزوا عليه مزيان. وارتفاعه S F، دونك الارتفاع ديال هذا الهرم هو S F، بحيث E F عطينا المسافة، E F عطينا 6، وعطينا S F اللي هو الارتفاع عطينا فيه 10 سنتيمتر. قلنا بين ان اش اف كتساوي 6 جذر 2. اش اف فين هي؟ اش اف هي هادي، اش اف وهذا. عندنا او اف جي اش مربع، اذا اش او اف مثلث قائم الزاوية في او، حيت المربع القناة ديالو كيكونوا زوايا قائمة. اذا او اف اش قائم الزاوية في او، غنستعملو فيثاغورس. عندنا الوتر هو اش اف، عندنا او اف، عندنا او اش، او اش راك تساوي او اف حيت عندنا مربع الاضلاع ديالو متساوية. اذا غندير لدينا اش او اف جي مربع، اذا او اف اش مثلث قائم الزاوية في قائم الزاوية في او، ومنه حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة لدينا. دونك عندنا الوتر هو اش اف، دونك اش اف اس 2 كتساوي او اف اس 2 زائد او اش اس 2. دونك او اف عندنا هي 6، زائد او اش حتى هي 6 اس 2، دونك تساوي 6 اس 2 36، 6 اس 2 36. دونك هادي اش اف اس 2، 36 و 36 هي 72. دونك حنا باغين الجذر ديال، غندخلو الجذر عفوا باش نحيدو اس 2، ندخلو الجذر هنا وندخلو الجذر هنا. اس 2 تحيد الجذر، تبقى اش اف اللي باغين نحسبو. هنا جذر مربع 72 غنكتبوها هي جذر 36 في جوج، في جذر جوج 36 في جوج، 36 و 36 هي 72. دونك 36 و 36 راه هي 36 في جوج، اذا تساوي جذر 36 معروف هو 6 جذر جوج، والوحدة هي سنتيمتر. فعلا 6 جذر جوج هي اللي خرجت لينا. السؤال الثاني بين ان حجم الهرم اس او اف جي اش هو فيك تساوي 120 سنتيمتر مكعب. دونك الحجم ديال هذا الهرم اس او اف جي اش، دونك عندنا القاعدة عبارة عن مربع، دونك القاعدة باش كنحسبوا الحجم هي ثلث مساحة القاعدة، يعني ثلث ديال مساحة هذا المربع في الارتفاع اس اف. دونك بسيطة، دونك غنسميو هذا الحجم ديال اس او اف جي اش، غندير لدينا سميو في تساوي 1/3، عطينا فينيش في مساحة القاعدة. القاعدة هو المربع، ماشي عندنا او اش او اف جي في الارتفاع، دونك هي 1/3 في مساحة القاعدة. المربع، المساحة ديال المربع هي الضلع اس 2، دونك عندنا او اف غنديرو او اف اس 2. في اش الارتفاع، راه قالنا الارتفاع ديالو هو اس اف، دونك فوا اس اف تساوي 1/3. في او اف هي 6 اس 2، في اس اف هي 10. وغادي نحسب، اذن في كتساوي دونك 6 اس 2 هي 36،
36 على 3 هي 12، دونك هي 12 في 10. إذا في تساوي 12 في 10 هي 120، والوحدة سنتيمتر مكعب، وهي اللي طلبوا منا نبينوها، هي 120 120. عفوا، قلنا الهرم اس ار تي يو في هو تصغير للهرم اس او اف جي اش. هاد الهرم هذا اس في ار تي يو تصغير ديال هاد الهرم، يعني شتينا هاد الهرم الكبير وصغرناه حتى ولا هاد الهرم الصغير. قالك اذا علمت ان حجم الهرم اس ار تي يو في هو في بريم كتساوي 15 سنتيمتر مكعب، حدد نسبة التصغير. دونك عطاونا الحجم، هما موالفين كيعطيونا في التمارين اللي شفنا قبل كيعطيوك نسبة التصغير وكيقولك استنتج الحجم. دابا عطاونا الحجم وقالوا لنا استنتج نسبة التصغير، بحال بحال. دونك هاد المهارات خصكم تكونوا عارفينهم كاملين. دونك ندير لدينا هاد الهرم هذا اس ار تي في وتصغير للهرم اس او اف جي اش بنسبتين، نسميوها هكا من نسبة كنسميوها هكا. اذن في بريم اللي هو الحجم ديال هذا الهرم المصغر شنو كتساوي بدلالة في الحجم العادي اللي كان عندنا، كنشدو نسبة التصغير وكنديروها اس 3 ياك فوا فوا في. دونك نسبة الحجم ديال هذا الهرم المصغر هي نسبة التصغير اس 3 في الحجم العادي. دونك نسبة التصغير اس 3 في الحجم اللي كان عندنا ديال الهرم اس او اف جي اش، يعني دونك في بريم راه عاطينها لنا هي 15 كتساوي ك اس 3 في في اللي هي 120 اللي حسبنا في السؤال الثاني. اذا حنا بغينا ك اس 3 شنو غنديرو؟ الا بغينا هذا المجهول هذا ك اس 3 شنو كتساوي، كنشد هذا العدد ونقسمه على هذا 15 مقسومه على 120، بحال داكشي اللي شفنا في المعادلات. 15 مقسومه على 120، دونك ك اس 3 نشوفو هنا واش نقدروا نختزلو ب 15، نشوفو 120 واش نقدروا نقسمو على 15. 120 مقسومة على 15 فعلا هي 8. دونك نختزلو هنا ب 15 ونختزلو هنا ب 15. دونك ك اس 3 كتساوي 15 على 15 هي 1، و120 على 15 هي 8. اذا ك اس 3 كتساوي 1 راه هي 1 اس 3 و8 هي 2 اس 3، دونك هي 1 على 2 اس 3. دونك مادام ك اس 3 كتساوي 1 على 2 اس 3 هذا يعني ان ك كتساوي 1 على 2، اذا ك كتساوي 1 على 2، اذا نسبه التصغير هي 1 على 2 هي النصف. استنتج المسافة في تي، دونك طلبوا منا نستنتجوا المسافة في تي. هاد المسافة هادي من في لتي، دونك حنا عندنا المسافة اش اف راه هي المسافة في تي راه هي التصغير ديال المسافة اش اف، يعني القطعة في تي هي التصغير ديال القطعة اش اف، وشفنا كيفاش ندوزو من مسافة المسافة. دونك غندير لدينا في تي تصغير ل اش اف بنفس النسبة، بنسبتين نفس النسبة اللي هي هذه 1 على 2. اذا المسافة في تي كتساوي ك النسبة في اش اف، دونك في تي كتساوي 1 على 2 في اش اف. راه لقيناها شحال؟ لقيناها 6 جذر 2. إذن في تي كتساوي 6 مقسوم على 2 هي 3، وغتبقى لنا جذر 2، دونك هي 3 جذر 2. دونك قلنا نسبة التصغير والعلاقة ديالها ما بين الحجم والمساحة والمسافة. في المسافة كنضربو غير في ك، في الحجم كنضربو في ك أس 3، في المساحة ما عندناش هنا. إلا
كطرح حتى هي في المساحه، يقدر يقول لك استنتج مساحه المربع ار تي او في. دونك باش الا بغيتي المساحه ديال هذا المربع، غتشد المساحه ديال المربع الاصلي اللي هو ديال او اف جي اش 6، وغادي تضربها في نسبه صغير اس 2. دونك المساحه كنضرب في اس 2، الحجم اس 3، والمسافه كنضرب غير في كما كندير لا اس 1 لا اس 2 لا اس 3 لا اس يحزنون. دونك كملنا الامتحان رائع جدا، خدمنا وقت طويل ولكن ماشي خساره فيكم. نتمنى انكم تكونوا استفدتم. الى بغيتوا تاد سكرين هذا السكرين وهاد الورق تا هما نحطهم لكم. الفيديو غادي يكون طويل جدا ديال الامتحان، غيكون اكثر من ساعتين، غنجمعهم لكم في فيديو واحد ان شاء الله، وغادي نحاول نحط لكم في اقرب وقت. دونك ياخذ وقت كبير في المونتاج، وتا باش نحطو لكم سيرتو في الفيسبوك، الفيسبوك كيبغي وقت كبير جدا ماشي بحال اليوتيوب. اليوتيوب كيتلاح واخا كيحتاج كونيكسيون بزاف، ولكن كيتلاح عادي ماشي بحال الفيسبوك كيوقعوا فيه مشاكل. دونك نتمنى الدعم ديالكم، لايك بارتاج، خليو لنا التعاليق حيت هذوك التعاليق هما اللي كيطلعوا لي فيديو. طاقيو صحابكم اللي كيعرف شي واحد مهتم بهاد السنه عنده الجهوي، طاقي حتى هو يستافد، وسيرتو البارتاج. اي واحد داخل شي مجموعه يدير معنا هاد الخير هذا، يبارطاجيه في المجموعه باش يدخلوا تلاميذ اخرين ان شاء الله. تهلاو فروسكم، تلاقاو في امتحان اخر ان شاء الله. جميع الامتحانات خدمناهم، غادي نحاولوا نخدموا دابا ديال السنوات اللي قبل ديال 2022، كل شيء خدمناه جميع الجهات 12 جهه. مجهود كبير جدا، ما بغيتوش يبقى عندكم. الله يجازيكم بخير اللي وصلوا اي فيديو، يبارطاجي مع واحد اخر. تلاقاو عما قريب، مازال عندنا 20 يوم ولا اكثر من 20 يوم للامتحان. دونك غنبقاو نخدموا تقريبا يوميا حتى الامتحان باش كلشي يستعد مزيان وتجيبوا نقاط ممتازه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسينا ما حطيناش النقطه، ها هي. تهلاو فروسكم.